نارين بيوتي تخرج عن صمتها وأسامة يقرر الزواج في السنة الجديدة. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهالفيديو راح تكون مع نارين بيوتي اللي أعلنت أنه اليوم عندها موعد كتير مهم، وكمان نارين أعلنت على تطبيق سناب شات أنه راح تسافر بعد يومين إلى السويد مشان تشوف والدها اللي صار لها فترة ما شافته، وراح تجتمع العيلة كلها بالسويد. سو المفروض أنه سفرتي تكون بعد كم يوم راح على السويد. للناس اللي ما بتعرف، صلي يمكن سنة ماني شايفة بابا بسبب ظروف صارت معنا، فكتير متحمسة اني روح اشوفه. والبنات اوريدي هنن هنيك، جلال هنيك، رايح معي شيروس، العيلة كلياتها رح ترجع تجتمع بالسويد. وكمان نارين براس السنة اعلنت انه سنة 2022 صار معها كتير اشياء ما كانت بتتوقعها، وهالشي اللي خلى الجمهور يتوقع انه نارين مرت بظروف صعبة بسبب انفصالها عن مفلوكس او غيت مروان. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ انا اصلا حياتي 2022 كانت مثل صعبة لمخي لحتى يقدر يعمل لها بروسيس، يعني صار فيها كتير شغلات مخي ما كان مستوعبها، يمكن لاني انا صغيره، يمكن لانه اول مره بتصير معي بحياتي. فاني اقدر جاوب عليها مع كل شيء صار معي ب 2022 كان صدمه. اما اسامه مروافه قرر بهالسنه الجديده يغير ديكور بيته، وهالشي اللي خلى الجمهور يتوقع انه اسامه عم يجهز لخطبته.